بارك الله إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيتجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس طلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا جوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نتق نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. المجد للآب والابن والروح القدوس. يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله، امنح رأفتك لشعبك الجديد المسمى بك، وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مفهور. كل آن على دهر الداهرين. آمين. أيتها الشفيعة الراهبة غير المخذولة، يا والدة الإله الكلية التسبيح، لا تعرضي يا صالحة عن توسلاتنا، بل وطب سيرة المستقيمين رأي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا، وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولت الإلهية والمباركة وحدك. حمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسية. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وجميع إخوتنا في المسيح، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الداهرين. بسم الرب بارك. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيحتك. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون الناس لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصر ومجد ورافع رأسي بصوتي إلى ربي صرخت فجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتأزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزقك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت في ومكنت على يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك، ولا سنوات في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت للغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازي وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يقم معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمعك أخلص لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا فهمي تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي إلهي، لأني قلت لا يشمت بأعدائي، وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. يا
لأني أنا ضرمي مستعد ووجع لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي، أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح، فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي، فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي، في أرض مرية وغير مسلوكة وعادمة الماء، هكذا ظهرت لك في القدس لعن قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي واسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج وسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذت بك في الأسحار، لأنك سرت لي عونا وظل جناحك أستتر، التصقت نفسي وراءك ويا عضدة يمينك. أما الذين يتبون نفسي باطن فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف فيكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذت بك في الأسحار لأنك سرت لي عونا وظل جناحك أستتر، التصقت نفسي وراءك ويا عضدة يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولذهب الداهرين آمين. هللويا 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 المجرك الله، هللويا 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 المجرك الله، هللويا 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 المجرك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي أم أذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي، حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معير حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون، جعلون في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت، علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجازتها علي، أبعدت عني معارفي جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة، صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي، لعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونه فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض النسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي، لماذا يا رب تقسي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنه في الشقاء منذ الشباب، وحين ارتفعت ابتضعت وتحيرت، علي جاز رزق ومفزعتك أزعجتني، حاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا، ابعدت عني الصديق والقريب ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي رب ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس، بارك يا نفسي الرب ولا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشفي خيرات شهواتك فيجددك النسر شبابك. الرب صنع الرحمات وقضى لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس للانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار البعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أوضع موضعه. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هي عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. بارك الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفسي الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفسي الرب. يا رب استمع صلاتي واسد بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنني تزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذلت في كل أعمالك وتأملت في صناع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فوجابه الهابطين في الجب،
اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فاني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي اسلك فيه فاني اليك رفعت نفسي. انقذني من اعدائي يا رب فاني قد لجأت اليك. علمني ان اعمل مرضاتك لانك انت الهي. روحك الصالح يهديني فردا مستقيما. لجسمك يا رب تحييني. بعدك تخرج لنا الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل اعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لاني انا عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني فردا مستقيما. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 يا الله. هللويا هللويا يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. سلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا. إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع. إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله. إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب. إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح. إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها. إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية. إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم. إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة. إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود. أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب يعترف للرب ودعو باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا حطمت بصليبك الموت وفتحت للعز الفردوس وحولت نوح حاملات طيب وأمرت رسلك أن يكرزوا بأنك قد قمت أيها المسيح الإله مانحا العالم الرحمة العظمى. المجد للآب والابن والروح القدوس يا تقلى البتولول الشهيدة قد ألهبك حب السماوات.
نظرت لبلوس الإله خير رفيقة وضحية مقبولة لا تخاف من شدة العذابات يا ماجدة ابن واهرين ختنك لن يمنح الكنيسة الرحمة العظمى الآن وكل أوان وأين دهر الداهرين آمين إياك أيتها المتوسطة لخلاص جنسنا نسبح يا والدة الإله العذراء لأن ابنك وإلهنا بالجسد الذي اتخذه منك قابل الألام بالصليب واعتقنا من الفساد بما أنه محب للبشر. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لقد وضع الحياة في القبر وجعل الختم على الحجر وحرس الجند المسيح بصفة ملك نائم ومجدته الملائكة بصفة إله غير مائت وصرخت النسوة قائلات قد قام الرب مانحا العالم عظيم الرحمة. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المسيح الإله المحب البشر يا من بدفنه الثلاثي الأيام سبى الموت وبقيامته المحيا بعث الإنسان من الموت بعد أن بلي المجد لك لا تبرح يا والدة الإله العذراء تتضرعين إلى المسيح الإله الذي صلب من أجلنا وقام منبعثا وحطم عزة الموت طالبة أن يخلص نفوسنا فيما كان القبر مختوما أشرقت منه أيها المسيح الإله وفيما كانت الأبواب مغلقة وقفت بالتلاميذ يا حياة الكل وقيامتهم وجددت لنا بهم نعمة الروح المستقيم بحسب عظيم رحمتك. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد أسرعت النسوة إلى قبرك بالدموع يحملن الطيوب فيما كان جند يحرسونك يا ملك الكل ويقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر لقد قام رسول الرأي العظيم دائسا الموت فيا أيها الرب القدير المجد لك الآن وكل أوان ولده الداهرين آمين. السلام عليك يا والدة الإله العذراء المنعم عليها يا ميناء جنس البشر وحمايتهم فإنه منك قد تجسد منقذ العالم وأنت وحدك أم عذراء تباركين وتمجدين دائما فتشفع إلى المسيح الإله أن يمنح السلام للمسكونة كلها. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا جمع الملائكة ذهل متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص وضاحضا قوة الموت ومنهضا أدم معك ومعتقا إيانا من الجحيم كافة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك الملك اللامع عند القبر تفوه نحو حاملة الطيب قائلا
لما تمزجنا الطيوب بالدموع بتارة يا تلميذات انظرنا اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا مبارك أنت يا رب علمني حقوقا إن حمل صدقي سحرا عميقا سرعنا إلى قبرك نائحات إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمان النوح قد كف وبطل فلا تبكينا بل بشرنا الرسل بالقيامة ابلغي تسكيري ذي ذكسون متى ذيك يوم تاسو إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحنوط إلى قبرك أيها المخلص فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا لما تحسبنا الحي مع الموتى فبما أنه إله قد قام من القبر ناهضا المجد للآب والابن والروح القدس نسجد للآب ولابنه ولروح قدسه ثالوثا قدوسا بجوهر واحد صارخين مع السرافيم قدوس 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 أنت يا رب كنين كعي كيستو سيانا صنعنا النمين أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت أدم من الخطية ومنحت حواء الفرح عوض الحوز لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تأورا منها هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 دوكسا سيور ثيوس هللويا 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 المجد لك يا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها المسيح الإله يا من اتخذ صورتنا واحتمل الصلب بالجسد لأجلنا خلصنا بقيامتك يا محب البشر يا من رد سبي صهيون من الضلالة انتشلني أنا أيضا يا مخلص من عبودية الأهواء وأحيني إن الذي يزرع في الجنوب الأحزان والأصوام والدموع يجني أغمار الفرح المغذية إلى الأبد المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بالروح القدس يجري ينبوع الذخائر الإلهية ومنه الحكمة والفهم والخشية وله التسبيح والمجد والعزة والإكرام إن لم يبني الرب بيت النفس فباطلا نتعب لأنه بدونه لا يتم عمل ولا قول إن القديسين بإلهام الروح يأتون من ثمار البطن بعقائد التبني الأبوية المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين بالروح القدس حصلت كل البرايا على الوجود لأنه إله قبل وجودها ورب الكل وحياتهم والنور الذي لا يدنى منه لقد وجد خائفو الرب طرق الحياة فهم يغبطون الآن وكل حين في المجد الذي لا يزول إذا رأيت أولاد أبنائك كالغراس حولمائدتك يا رئيس الرعاة فافرح مسرورا وقدمهم إلى المسيح المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بروح القدس كان غور المواهب وغنى المجد وعمق الأحكام العظيم لأنه معبود مع الآب والابن ومساو لهما في المجد قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك
لا تنسى بايسيك إلى النهاية. قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بايسيك إلى النهاية. أعترف لك يا رب من كل قلبي، قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بايسيك إلى النهاية. إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كل نسمة فلتسبح الرب، كل نسمة فلتسبح الرب، فلتسبح الرب كل نسمة. من أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. حكمة فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. ولروحك فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي: في ذلك الزمان قام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع فرأى الأكفان موضوعة وحدها، فانصرف إلى مقره متعجبا مما كان، وإن اثنين منهم كانا سائران في ذلك اليوم إلى قرية تبعد 60 غلوة عن أورشليم اسمها عمواس، وكانا يتكلمان أحدهما مع الآخر عن تلك الحوادث كلها. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران دنا منهما يسوع وسار معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتحاوران به وأنتما سائران مكتئبين؟ فأجاب أحدهما واسمه كلوبا وقال له: أنت وحدك غريب في أورشليم ولم تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هو؟ قال له: ما يختص بيسوع الناصري الذي كان رجلا نبيا مقتدرا في العمل والقول أمام الله وجميع الشعب، وكيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا جميعه فاليوم هو ثالث يوم لحدوث ذلك. إلا أن نساء منا أدهشتنا لأنهن بكرنا إلى القبر فلم يجدنا جسده، فأتينا وقلنا إنهن رأينا مظهر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء، أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم هذه الآلام فيدخل إلى مجده؟ وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما ما يختص به في كل الأسفار. ثم اقتربوا من القرية التي كانا منطلقين إليها، فتظاهر هو بأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا فإن المساء مقبل وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما اتكأ معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، فاختفى هو عنهما. فقال أحدهما للآخر: أما كانت قلوبنا مضطربة فينا حين كان يخاطبنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ فقام في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، فوجدا 11 والذين معهم مجتمعين وهم يقولون: لقد قام الرب في الحقيقة وتراءى لسمعان. فأخذاهما يخبران بما حدث وكيف عرفاه عند كسر الخبز. المجد لك يا رب المجد لك.
إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده لصليبك أيها المسيح نسجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي هلموا يا معشر المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح المقدسة لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك أمحو آثمي ارسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك هانذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها تنضحني بالزوفة فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة اسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فذبيحة لله روح منسحق القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات حينئذ يقربون على مذبحك العجول المجد للآب والابن والروح القدوس بشفاعة الرسل وطالباتهم أيها الرحيم أمحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل آن وإلى دار الباهرين آمين شفاعات والدة الإله وطالباتها أيها الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك امحو مآثمي لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين وأسبق علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدة نوات الله الدائمة بتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد ونبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجادرين بكل مديح وآبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وأبانا القديسين أثناسس وكيرلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ملاتس بطرس بطريركي أنطاكيا وأبوينا القديسين نيقولاوس رئيس سافة ميراليكية وسبيريدونس قفطريميثوس العجائبيين والقديسين المجدين الشهداء العظماء جورجيوس المظفر ديمتريوس مفيد الطيب ثيودوروس التيروني وثيودوروس قائد الجيش والقديسين إغناطوس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجدين الشهداء متألقين بالظفر وأبانا الأبرار إفراما وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار تشحين بالله والصليب الكريم شفيع هذه الكنيسة المقدسة
والقديسين الصديقان واكيما وحنا جدي المسيح الإله، والقديسين تقلا أولى الشهيدات المعادلة الرسل، وسلوان الآثوس البار اللذين نقيم تذكارهما اليوم، وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة، فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. يا ليسن كريا ليسن يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كريا ليسن يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. برحمة ورافة ابنك الوحيد ومحبتي للبشر، إذ أنت مبارك معه ومع روحك الكلي القدس والصالح والمحيي، أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد أصغيت إلى أقوال بولس الرسول الحكيم وتركت الباليات وصرت عروسا للمسيح وأمسكت مصباح الإيمان، فوطئت قوة النار وأخمدت هيجان الوحوش وأخذت على هامتك الإكليل غير البالي من السماء، والآن فأنت تتشفعين في خلاص المكملين تذكارك. المجد للآب والابن والروح القدس. يا أول الشهيدات الكلية المديح تقلى، لقد نقلت الطبيعة الأنثوية إلى الرجولية بشوقك إلى المسيح، فحصلت على الجهتين مسكنا لله، وذلك أنك بالرياضات النسكية أقصيت غمام الأهواء وبالاستشهاد ظهرت فخرا للجهاد، ولذلك تلألأت في العالم كمثل كوكب باعثة أشعة الروح مضاعفة، فتشفع إلى المسيح الإله أن يمنح غفران الزلات للمعيدين بشوق لتذكارك المقدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بما أنك في النساء وحدك بتول والدة الإله بجسد خلوة من زرع، تغبطك كافة قبائل البشر، لأن نار اللاهوت قد سكن فيك وأرضعت الرب الخالق كطفل، لذلك جنس الملائكة والأنام تمجد باستحقاق مولدك الكلية القداسة، فنهتف نحوك بأصوات متفقة قائلين: تشفع عند ابنك وإلهك أن يهب صفح الزلات للمسبحين مجدك باستحقاق. لن تقوى عزة الموت بعد على ضبط البشر في قبضته، فإن المسيح نزل فسحق قواه وحلها، فقيد الجحيم وابتهج الأنبياء يقولون باتفاق الأصوات: لقد حضر المخلص للذين على الإيمان، فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. لقد ارتعد اليوم والجحيم والموت تحت الثرى أسفل مذعورين منك يا أحد الثالوث، والأرض مادت مرتجة وبوابو الجحيم حين رأوك ارتاعوا، والخليقة كلها مع الأنبياء رتلت لك ترنيمة الظفر يا إلهنا وفادينا الذي حل قوة الموت. فلنهللن هاتفين وقائلين لآدم والذين من آدم: إن العود قد أدخله، فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. في هذا اليوم 24 من هذا الشهر تذكار القديسة تقلى أولى الشهيدات المعادلة الرسل والبارس ونوس الآثوسي، فبشفاعتهم اللهم ارحمنا وخلصنا. آمين. أفتح فمي فيمتلي روحا وأبدي قولا فايضا نحو الأم المالكة، وأظهر معيدا للموسم بابتهاج، وأترنم بعجائبها مسرورا. يا والدة الإله، بما أنك الينبوع الحي المتدفق في سفاح والطينين، نحن المنشدين تسابيحك الملتئمين محفلا روحيا وفي مجدك الإلهي، أهلينا لأكاليل المجد والشراب. إن حبقوق النبي لما عرف إرادتك الإلهية غير المدركة أيها العلي، التي هي تجسدك من البتول، أتفى صارخا المجد لقدرتك يا رب. أياتها البتول التي لم تعرف زواجا، إن البرايا بأسرها
قد انذهلت من مجدك الإلهي، لأنك حملت في حشاك إله ولدت ريمنا غير المحدود بزمن، ومنحت الخلاص لجميع الذين يسبحونك. يعبد الخالق تدهن الخالق الخير النار بشاشات فرده بكري والمسيح مبارك أنت يا سابيح نكرم معظمي تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشروبين وأرضى مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم، لأنه نظر إلى تواضع أيمته فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. تمضي بي أطيرا تنكر بي تنكر السكرين تنكر في دينا لأن القدير صنع بعظائم وقدوس اسمه ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه، يا من هي أكرم من الشروبين وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بذهن قلوبهم، اندمي عتيرا تنكر بك دكسوتيرا اسينغريتوس تنزرافيم تنادي اكثر سي الله انتكوسا تنادس اوتاكا سي مغالي نومين، حتى المقتدرين عن الكراسي ونفع المتواضعين ما الأشياء من الخيرات والأغنياء أرسل لهم بريغي، يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم.
عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لآبائنا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع من ذنبي غير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله. الأرضيين فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة عقليين غير الأيوليين فلتحتفل معا معيدة لموسم أم الليلة الشريف واتفا افرحي يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبى. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه لأن الرب إلهنا قدوس هو. إن المسيح الحياة والطريق قد رافق في الطريق من بعد قيامته من بين الأموات كليوبا ولوقا فعرفاه في عماوس عند كسره الخبز وكانت نفوسهما وقلوبهما مضطربة حين كان يخاطبهما في الطريق ويشرح لهما في الكتب عما كابده فلنصرخن معهما قائلين لقد قام المسيح وتراءى لبطرس. يا أول الشهيدات تقلى الكثيرة الجهاد المعادلة الرسل البتول الجميلة لما تشددت بالتعاليم الإلهية من بولس البشير الإلهي تبعته وأعرضت عن الخطيب الفاني لذلك نلت من لدن المسيح إكليل الظفر. أيتها السيدة إننا نحن المخلصين بك نعترف أنك والدة الإله بالحقيقة لأنك ولدت بحال لا توصف الذي بصليبه حل الموت واجتذب إليه الجماهير الشهداء فمعهم أيتها البتول نمدحك. كلنا سامة Oh, yeah.
الفرد يكون لجميع أبراره. لقد قام المسيح من بين الأموات وحلنا من قيود الموت، فاستبشر يا أرض بالفرح العظيم، وسبح يا سماء مجد الله. سبحوا الله في قديسيه، سبحوه في فلك قوته. إذ قد عاينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم من الخطيئة وحده. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. إننا لا نفتر من السجود لقيامة المسيح، لأنه هو خلصنا من آثامنا، فقدوسني الرب يسوع الذي أظهر القيامة. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. بماذا نكافئ الرب عن كل ما جازانا به؟ فإن الله حل من أجلنا بين البشر، والكلمة صار لحما لأجل الطبيعة التي فسدت وحل فينا. والمحسن أتى إلى العادمي الشكر، والمعتق جاء للمأسورين، وشمس العدل أشرقت للجالسين في الظلمة، والعديم التألم علق على الصليب، والنور حل في الظلام، وأقبلت الحياة للموت، والقيامة للساقطين. فلنهتفن إليه يا إلهنا المجد لك. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. لنتباشر أيها الشعوب، إذ قد تهيأ اليوم ميدان جهادي، ونعاين الأمور المستغربة المقامة فيه، وذلك أن النعجة النقية وجمال البتولية تقلى عروس الله، تلقى للذبح من أجل المسيح إلهنا الذي ذبح. لذلك قد أبطلت إلحاد المغتصبين بإيمانها بالثالوث، وإذ هي راتعة مع الملائكة فتتشفع إلى المخلص في خلاص نفوسنا. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. يا تقلى أول مجاهدات، إذ قد اتخذت المسيح إلهنا ختنا في السماوات، ازدريت بالختن والخطيب الأرضي، لأنك إذ كنت لأجل فطنتك لم تذعني لتملقات أمك، تبعت بولس حاملة على منكبيك علامة الصليب، فمن النار لم ترهبي، وشراسة الوحوش حولتها إلى أنس، وآمدت الفقمة بإنغماسك في المعمودية المقدسة بالمسيح. فبما أنك تلألأت بالجهادات العظيمة، فلا تزالي مبتهلة إلى الرب بغير فتور من أجل المقيمين بإيمان تذكارك الدائم الذكر دائما الوقار. صبرا صبرت للرب فأصغى إلي. يا تقلى الرسول، لقد كرست ذاتك للإشارة الكلية القوة، متشددة بما أنك أول المجاهدات في المسيح. وإذ أنك أهملت العواطف الأرضية، تقبلت مصباح الحياة الأبدية، فحصلت خدرا سعيدا تستقر فيه قطعان الإناث واجدات إياه بابا للحياة الأبدية، فمعهن ابتهلي من أجل نفوسنا. وقام على صخرة رجلي وسهل خطايا. أقيم احتفالا يا محبي الشهداء، لأنه قد حان أوان الجهادات وتذكار أول الشهيدات السنوي. حثني الجميع على تمجيد الله، وذلك أن تقلى أول الشهيدات في النساء، إذ قد أكملت ميدان الجهاد، ظهرت متقدمة ولابسة الإكليل، وهي تتشفع بدالة من أجل نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس. ما أجاب الحكيم أيها المسيح.
لك غريب من عرى سالم إن لم تعلم ما جرى فيها خيرا لكن بما فسرت له ما لنا طاقت به الأنبياء عنك وعند كسر الخبز قلوبهما قبل ذلك ملتهبة إلى معرفتك وهما لما اجتمعا الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أنت هي الفائقة على كل البركات يا والدة الإله العذراء لأن الجحيم قد سميت بواسطة المتجسد منك وآدم دعي ثانية واللعنة تبادت وحواء نطقت والموتى أميت ونحن قد حيينا لذلك نسبح هاتفين مبارك أنت أيها المسيح إلهنا يا من هكذا سر المجد له المجد لك يا مظهر النور المجد لله في العلاء وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسابحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح ويا أيها الروح القدس أيها الرب الإله يا حبال الله يا ابن الآب يا رافع خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله أبائنا ومسبح وممجد اسمك
إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثلتكلنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل. أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطيت إليك. يا رب إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. أيوس ثيوس أيوس إسخيروس أيوس أثاناتوس إليسون إيماس. المجد للأب والابن والروح القدوس. كلينك أيك إستوس أيوس أثاناتوس آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. اليوم صار الخلاص للعالم فلنسبح الذي قام من القبر انصر حياتنا لأنه إذ قد حطم الموت بالموت منحنا الظفر والرحمة العظمى. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين
وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك لنويا سوسني ما سياتر وأناستاسك نكرم سولم داسي هاليلويا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هاليلويا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خالصا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
فلنستقم. هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا، خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الشاهد قد ألهبك قسامة ونصير مذللا خير رفيقة وضحية مقبولة لا تخاف من شدة العذاب فيا مشيدة ابتهلي إلى ختنك أن يمنح الكنيسة الرحمة العظمى. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين جميع المختصين بك يا شفيعة المسيحيين غير الخازية الواسطة لدى الخالق غير المردودة لا ترضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة نحن الصارخين نحوك بإيمان بادري إلى الشفاعة واسرعي في
طالبة يا والدة الإله المتشفعة دائما لنكرمك. إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس لله، قدوس للقوي، قدوس للذي لا يموت الحمد. في المجامع بارك الله الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثاني إلى تيموثيوس. لنصغي يا ولدي تيموثيوس، إنك قد استقريت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهادات وآلامي وما أصابني في أنطاكيا وإيقونيا والاستراء، وأية اضطهادات احتملت وقد أنقذني الرب من جميعها، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. أما الأشرار والمؤمنون من الناس فيزدادون شراً مضلين ومضلين. فاستمر أنت على ما تعلمته وأيقنته وأيقنت به، عالماً ممن تعلمته، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيرك حكيماً للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع. سلام لك أيها الأخ القارئ. الحكمة. فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي
في ذلك الزمان فيما يسوع واقف عند بحيرة جنيسارت رأى سفينتين واقفتين عند شاطئ البحيرة وقد انحدر منهما الصيادون يغسلون الشباك فدخل إحدى السفينتين وكانت لسمعان وسأله أن يتباعد قليلا عن البر وجلس يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان تقدم إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان وقال له يا معلم إن قد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا ولكن بكلمتك ألقي الشبكة فلما فعلوا ذلك احتازوا من السمك شيئا كثيرا حتى تخزقت شبكتهم فأشاروا إلى شركائهم في السفينة الأخرى أن يأتوا ويعاونوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى كادتا تغرقان فلما رأى ذلك سمعان بطرس خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج عني يا رب فإني رجل خاطئ لأن الانذهال اعتراه هو وكل من معه لصيد السمك الذي أصابوه وكذلك يعقوب ويوحنا ابن زبدة اللذان كانا رفيقين لسمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف فإنك من الآن تكون صائدا للناس فلما بلغوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين Oh.
جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وكلاءها ومجلس رعيتها الذين يتعبون ويخدمون وفيها يرتلون عبيد الله مقدمي هذه القرابين المقدسة من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمورهم وراحة نفوس موتاهم عبيد الله آل طعمي وجميع المختصين بهم جميع الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح الإلهي المقدس ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطريركنا يوحنا وكهنوتكما ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين المطوبين الدائمين ذكر الذين أعمروا هذا الهيكل المقدس
والسابق رقاد من أبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان، عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكر اسمهم على المسبح المقدس، وخاصة لأمة الله السابق رقادها إنعام أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين لنا وكوان ولا دهر الداهرين. طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات الرب نسأل. لك سلام مرشدا امينا حافظا نفوسنا واجسادنا الرب نسأل، مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل، الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل، تمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل، استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل، ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسها الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك، حب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين وابن الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي، أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض
كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولودا غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغيه لنقدم بسلام القربان المقدس لحظة سلام ذبيحة تسليم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا. لنضع قلوبنا فوق عند الرب لنشكر الرب لحق وواجب لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذو الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين تسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس قدوس رب الصباوت قدوس 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 أنت وكل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكل القداسة مجدك عظيم الجلال أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي أسلم فيها ولولا أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العين وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم
وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية، ونطلب ونضرع ونسأل، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم، آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم، آمين. محولا إياهما بروحك القدوس، آمين آمين آمين، لكي يكونا للمتناولين لنباهة النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لمحاكمة ولا لإدانة. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان، خاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. اذكر يا رب أولنا أبانا وبطريركنا يوحنا، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك، والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن. وأعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب، حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبل على مذبح المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية
وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد أن نشكر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الشرعي أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن الروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحن رؤوسنا للرب. نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب. فأنت إذن أيها السيد سأل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا. رافق المسافرين واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة ورافة ابنك الوحيد ومحبة البشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح والمحي أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. رسخمين القدسات للقديسين قدوس واحد أب واحد يسوع المسيح لمجد الله الأب آمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعني الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بداية بدي أعزي الأحباء من آل طعمة لليوم هنن مجتمعين معنا لنرفع الصلاة لراحة نفس أمة الله إنعام. نطلب من ربنا يعزي قلوبهم، نطلب الرحمة للسابق رقاد. كمان يا أحباء بدي عايد الأحباء اللي بيتسموا على اسم القديسة تقلى أو بياخدوا منها شفاعة، وعلى وللقديس سلوان أو بياخدوا منه شفاعة. اليوم يا أحباء بالنص الإنجيلي منلاحظ الصيادين اللي كانوا بعد تعب
ليل طويل من التعب والمحاولات الفاشلة اللي قاموا فيها واللي ما قدروا يحصلوا على السمك، بيجي الرب يسوع وبيقول لهم انه تقدموا الى العمق. هون بيتفاجأ بطرس، بيقول له لربنا انه كل الليل ونحن عم نتعب ونحاول وما قدرنا نحصل على اي شيء. هذا الموقف نفسه منلاحظه مع السامرية اللي كمان وقت اللي طلب منا يسوع الماء قالت له انه ما عندك دلو والبئر عميقة. بقى موقف بطرس وموقف السامرية منلاحظ بالوهلة الاولى انه هو صحيح بحسب تفكيرنا ومنطقنا البشر، لانه منطقنا البشري هو محدود بالشي اللي نحنا منشوفه والشي اللي نحنا منلمسه، وما عنا أي قدرة إن نستوعب ما هو غير محسوس. لهيك يا أحباء، كتير من الأوقات منلاحظ بحياتنا اليومية إنه تسكرت بوجنا، منكون عم نحاول نعمل شي شغلة وما بتزبط، منقول حظنا سيء، كله عم يجي بالضد. هيك تجي أمور كتيرة بحياتنا اليومية. وقت اللي بيصير معنا هيك يا أحباء، لازم نفتح قلبنا للرب، لازم نقدم لربنا كل حياتنا ونتركها بمشيئته الصالح أنه هو يدبر هالحياة. والقديس بطرس وصف أنه كل شيء بيمارسه الإنسان من جهاد بالخدمة وبدون ما هو يتكل على الله وبدون ما هو يتمسك بكلمة الله، بيكون هذا كله تعب بدون ثمر، تعب بدون ثمر. لكن وقت الإنسان يتكل على ربنا وعلى كلمة ربنا لح يجني ثمر كثير، وهذا شفناه مع بطرس واللي كانوا معه بالسفينة. لأنه يا أحباء، وقت اللي نحنا نترك حياتنا ونمشيها بحسب الشيء اللي نحنا منشوفه والشيء اللي نحن منريده بحسب فهمنا الشخصي، طبعا منكون كأننا عم نقول له لله شيل ايدك عنا وعم نرفض عناية ربنا، وهيك منقول له لربنا ما لك مكان في حياتنا. بالمقابل الله أعطانا الخيار، يعني نحن بإرادتنا الحرة يا منقول له لربنا يكون هو بمشيئته الصالحة معنا، يا أما منقول له أنه خليك عجنب ونحن قادرين ندبر كل أمورنا، وهذا الخيار نحن المسؤولين عنه. سمعان بطرس اختار بعد ما حكى وقال له لربنا يعني نق انه كل الليل ونحن تعبانين وإسا جاي تقلنا عيدوا المحاولة، بعد كل هاد بيقول له لربنا لكن بكلمتك ألقي الشبكة، بكلمتك ألقي الشبكة. خلينا نفكر نحن شي مرة قلنا له لربنا، كتير أحيانا مثل ما قلنا بتجي الأمور مخالفة للشي اللي نحنا بنريده، شي مرة قلنا له لربنا على كلمتك أسير بحسب مشيئتك أقبل. بطرس وقت اللي قال لربنا هيك لقى الدرهم الضائع، لقى الكنز، وهيك تبدلت حياة بطرس كلها، كل حياته تبدلت. لأنه يا أحباء الدعوة الإلهية
بتغير الإنسان وبتغير مصير الإنسان، لأنه ربنا ما بده هو يرفعنا من العالم، ربنا بده يخلينا بهذا العالم حتى نكون رسل وسفراء ومبشرين. هذا دورنا يا أحباء، هذا دورنا. لهيك لازم كل واحد منا يسأل حاله، إذا إنسانا نحن بنفس المكان ندور وما تقدمنا بحياتنا مع الله إلى الأمام، سؤال. وكمان نسأل لأي عمق نحن تقدمنا بعلاقتنا مع الله، وين نحن موجودين من ربنا وين ربنا موجود بحياتنا. كلها أسئلة لازم نحن نسألها لحتى نعرف مكاننا، نعرف الطريق اللي نحن ماشيين فيه، نعرف إذا كنا نحن قايلين له لربنا خليك على جنب، أو إذا نحن ماشيين ومتكلين على الله. لأنه كتير من الأوقات منظن إنه المشكلة بالناس اللي هنن حولنا، ومنتجاهل إنه المشكلة هي موجودة فينا نحن. الدخول يا أحباء إلى العمق بعلاقتنا مع ربنا بيتطلب ثمن كتير كبير، وهذا الثمن الرب يسوع دفع هذا الثمن على الصليب. ونحن بحياتنا وقت اللي منوصل لندفع هذا الثمن منبلش نرجع ونكتفي بأنه تكون حياتنا أيام بدون ثمار. والبعض بيفكر، وهذا الأخطر، بيفكر أنه هذا الشيء اللي هو ماشي فيه هو الحياة المسيحية الحقيقية. ليش؟ لأنه منه عم يسأل نفسه هذا السؤال، وين صرت أنا بعلاقتي مع الله؟ يمكن نقدر نخدع أنفسنا لكن نخدع الآخر، لكن يا أحباء ما فينا نخدع أنفسنا، لأنه بالنهاية نحن لح ندفع الثمن، وهذا الثمن لح يكون غالي جدا. الله أعطانا الأذنان للسمع، لهيك خلينا يا أحباء نرجع وندور على مكاننا مع الله، لأنه الدعوة بتفترض منا أنه يكون عنا تغيير بالحياة. المسيح وقت اللي بيدعونا يا أحباء ما حتى نحن نبقى بالشي اللي نحن فيه، حتى نكون ونصير مثل ما لازم نحن نكون. لهيك خلينا مستعدين أنه نكون مطيعين لكلمة ربنا، خلينا نكون سفراء للرب يسوع، نحمل كلمة ربنا إلى كل العالم، ونترك كل شيء ممكن نتعلق فيه ويجذبنا إلى الوراء، نترك هذا الأمر ونتبع ربنا فقط. آمين. هالليلويا في مراعي قدر نور.
هناك استناني على مياه الراحة رباني. هللويا. أصلح نفسي إلى سبل البر من أجل اسمه يداني. هللويا. نعم حتى ولو ما شهيت في وادي ظل الموت فإني لست أخشى شعرا لأنك أنت معي. أنصك وعكازك هما يعزياني. هللويا. هيا تقدمي مائدة قبلة الذين يحزنوني. هللويا. دهنت بالأطياب رأسي وكأسك كالصرف تطربني. هللويا. رحمتك تتبعني جميع أيام حياتي لكي أسكن في بيت الرب مدى الأيام. هللويا. للرب الأرض وكل ما فيها المسكونة وجميع سكيها. هللويا. على البحار أسسها وفوق الأنهار أنشأها. هللويا. من يصعد إلى جبل الرب أم من يقف في موضع قدس. هللويا. فالنقي اليدين والطاهر القلب الذي لم يسلم نفسه إلى الباطل ولم يحلف بجاره بالغش. هللويا. هذا ينال بركة من لدن الرب ورحمة من الله مخلصي. هللويا. هذا هو نسل الذين يلتمسونه وجه إله يعقوب. هللويا. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدارية فيدخل ملك المجد. هللويا. من هو هذا ملك المجد؟ هو الرب القوي القدير الرب القوي في القتال. هللويا. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنتصر تسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا بالاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك دهشنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا.
تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الهي المقدسة الطائرة غير المائتة السماوية المحية المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك أنت تقديسنا ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين نخرج بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا مبارك مباركك يا رب مقدسا توكلين عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ كمال كنيستك قدس الذين يحبون جمال بيتك أنت منحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية لا تهملنا نحن متوكلين عليك هب السلام لعالمك لكنائسك للكهنة للحكام ولكل شعبك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا بأن أنوار وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن الروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ماكيري Ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Νυν αλλάνα ηλαντά, διακον ισμού Ραμπή μου μπαρακά. Κύριε بركة الرب رحمته تحل عليكم نعمتي الإلهية ومحبتي للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي من قام بالأموات من أجل خلاصنا بشفاعة يومك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المطلقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية والقديسين الصديقين يوأكيم وحني جدي المسيح الإله والقديسة تقلى أولى الشهيدات والمعادلة الرسل والقديس سلوان الآثوسي البار اللذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر ثالوث القدوس فليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بدي أتمنى من محبتكم يا أحباء اللي بيقدر يبقى معنا 5 دقائق نصلي صلاة النياحة لأنه عم يصير في ضجة وقت اللي نطلع دغري هلأ هي 5 دقائق الصلاة بتمنى من محبتكم نضلنا بالكنيسة منصلي صلاة النياحة كلنا سوا بعدين منطلع تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين أيها المخلص أرح نفس أمتك مع أرواح الصديقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر أرح يا رب نفس أمتك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت مجد للآب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين فأنت يا مخلص أرح نفس أمتك إنعام السابق رقادها الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين من أياتها العذراء الطاهرة النقية وحدك
يا من ولاتني لها بغير زرع إليه توسلي أن ترحم وتسمح نفس أمتك السابق رقادها. حمني الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من جراحة نفس أمة الله إنعام السابق رقادها أجل غفران خطاياها الطوعية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفسها حيث الصديقون يستريحون. فلنسأل لها الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياها من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمها أنت يا رب أرح نفس أمتك إنعام السابق رقادها في مكان نير في مكان خضرة في مكان انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر لها كل خطيئة فعلتها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنه ليس إنسان يحيى ولا يخطأ بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق. لأنك أنت والقيامة والحياة والراحة والنياح لنفس أمتك إنعام السابق رقادها على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. المجد لك يا المسيح إلهنا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من قام بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية طهارة البريئة من كل عيب وصديقك لعازر الرباعي الأيام أنت رتب نفس أمتك إنعام السابق رقادها المنتقلة عنا في مظال الصديقين أمين أحصيها مع الأبرار والقديسين أمين أما نحن فرحمنا وخلصنا بما أنك صالح محب للبشر فليكن ذكرها مؤبدا فليكن ذكرها مؤبدا فليكن ذكرها القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. تعازي أحباء داخل الكنيسة